بأنه بمثابة ثورة حقيقية في مجال التنمية. أخيرا توصلنا إلى يوم البارحة، توصلنا بالمبلغ اللي هو صداته الجماعة المحلية المركزية، وهي 14 مليار درهم. هي بها نصطاطوا على الأساس باش نحلوا الأوراش اللي هي كبرى في المدينة، وبالأخص ما بين يعني المداخل ديال الشمال والجنوب، اللي هما كيفتقروا لتأهيلهم. حيث الى جينا يعني ندخلوا من جهه ديال الجنوب، بحال اللي دخلتي القريه النموذجيه، هنا غادي يعطي واحد الطبع اللي هو حقا اللي هو غادي يعني يغير الوجه ديال المدينه ككل. ونتمنوا ان شاء الله يعني هذه واحد 14 مليار يعني ما كافياش، ولكن نتمنوا المزيد ان شاء الله مستقبلا، ربما هذه دفعه اولى. ستعطى الاولويه للمداخل، تعزيز البنيه التحتيه. ضروري البنيه التحتيه هي الاساس. حتى الاتفاقيه اللي قلنا معهم على الاساس ما غاديش يكون البناء، ولكن غادي يكون البنيه التحتيه هي الاساس، هي المداخل سواء الجنوبيه والشماليه اللي كاينين دابا من الاولويات. من بعد عندنا الشارع محمد الخامس اللي هو المدخل ديال الرئيسي من مدينه الرباط، والمدخل الرئيسي من مدينه مكناس، اللي هما النيت كيفتقروا للتعبيد ديال هذا، يعني بالنسبه للجهه الشموليه ديالو مع الصرف الصحي ومع الاعمده ديال الكهرباء اللي هي غادي. نعم السيد الرئيس، الأسبوع الماضي زاركم السيد العامل الجديد الذي تم تنصيبه مؤخرا، ما هي الانتظارات ديالكم أو النداء أو الرسالة التي تودوا بعثها للسيد العامل الجديد؟ السيد العامل كنشكره جزيل الشكر، يعني بكل صراحة كانت مبادرة يعني مهمة، وهو نحن نلامس فيه أنه يعني كيعطينا يديه على أساس احنا باش نتعاونوا في إطار يعني المصلحة العامة، وعلى حسب توجيهات ديال سيدنا نصر الله. نعم، شكرا سيد الرئيس، ونكتفي بهذا القدر.